مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في برنامج ستايل مع سماح. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص المرأة بصفة عامة. يا رب إن شاء الله البرنامج يعجبكم. طبعا أنا مبسوطة إن أنا معاكم النهاردة، يا رب أنتوا كمان تكونوا مبسوطين وأكون ضيفة خفيفة عليكم إن شاء الله. والبرنامج ينجح بيكم. طبعا هنتكلم عن كل حاجة تخص المرأة، زي ستايلها، زي طريقة لبسها، كمان هنتكلم عن حالات كتيرة قوي بين الزوجين، وده سبب كتير قوي من حالات الطلاق. فلازم طبعا المرأة تهتم بنفسها، فكلنا لازم نعرف ان المرأة اصلا جميلة. ف ايوه، فالنهاردة طبعا اكيد ان المرأة هي اساس السعادة في البيت عشان تدوم، فلازم طبعا كلنا نهتم بنفسنا ونعرف ان سبب السعادة داخل البيت هي المرأة، فلازم تهتم بنفسها وستايلها جوه البيت. ده مش عيب، الاهتمام بالنظافة الشخصية دي اول حاجة، طبعا بالميك اب، كل ما يخص المرأة لازم تهتم بيه المرأة. هنتكلم عن الأطفال طبعا، وعن الزوج، وعن اهتمامك بنفسك، والأرقام هتنزل على الشاشة. إن شاء الله أي حد أي سؤال يتصل بينا وإحنا هنرد عليه. وكمان حابين نتكلم عن حالات الطلاق الكتيرة، زادت قوي، وده طبعا مش بيبقى العبء على الراجل بس ولا المرأة بس، عشان ما نحيث للمرأة بس، فبرضو الراجل زي ما هو ليه حقوق عليه واجبات. هنتكلم كمان عن حقوق طفلك، لازم زي ما بتراعي طفلك لازم تراعي زوجك كمان، ودي الحالات اللي هي بتسبب سبب الاختلاف كتير طبعا معانا، ودي بتسبب الطلاق كتير. عدم اهتمامك بنفسك وعدم اهتمامك لزوجك ده بالظبط بيعمل مشاكل كتيرة، فاحنا عايزين نحد نسبة الطلاق لأن كتيرة جدا. فجريت كل امرأة تحط في نفسها ان هي جميلة في كل حالاتك، انت جميلة بس ده في ايدك انت ازاي، وانت تكوني سبب السعادة في البيت لزوجك. كل الحاجات دي هنعمل عنها حلقات ان شاء الله، هنتكلم عنها، وهنتكلم عن اهتمامك بنفسك ازاي تعتني بضوافرك، ازاي تعتني ببشرتك، ازاي تعرفي تقدري تحطي ميك اب داخل البيت او خارج البيت، ازاي تراعي حقوق زوجك، ازاي تراعي حقوق نفسك انت شخصيا. طبعا انا مش بقول ان انت تيجي على نفسك، بس طبعا لازم في نفس الوقت تراعي زوجك، لان بجد اسباب الطلاق دي كتيره جدا. اكيد طبعا مش كل الازواج بيبقى سبب الخلاف بينهم مشاكل مصاريف والحاجات دي كلها، لا خالص، في حاجات تانية بيبقى ممكن يكون تأثير من ناحيتك انتي، وممكن يكون تأثير من ناحيته هو. دي هيبقى ليها حلقة خاصة طبعا عشان نحد من موضوع الطلاق زي ما قلنا. طبعا انا مفروض ان انا البرنامج هيتكلم عن كل ما يخص المرأة. هنكمل معاكم الحلقة ان شاء الله، بس معانا اتصال هاتفي ناخده ونبقى معاكم. استاذ حنان الترساوي، اهلا، اتفضلي. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه سماح؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيكي، منوره. مبروك عليكي، ربنا يخليكي، مبروك عليكي يا جميل. الحلقه ميرسي الاولى في خالص. برنامجك الجميل ستايل، ميرسي. قناه الصحه والجمال، قناه معروفه طبعا. اهلا بيكي، واولا احب ارحب بيكي وارحب بشعب مصر بحلول شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه، ميرسي لذوقك، اهلا بيكي. ربنا يخليكي حبيبتي، نورتي يا استاذه حنان. طبعا
تفضلي. تسلمي لي. النهارده انا شايفه ان انت بتتكلمي عن المطلقات او اه النسب الكبيره كتيرة جدا. اللي سبب فيها، هل الزوج، هل الزوجه، هل الاولاد، هل الطلاق، ونسب الطلاق بتتكاثر ليه تمام. كتير ايوه وخصوصا في بلدنا. ليه اه بقى؟ ليه؟ هناخدها خطوه خطوه. اتفضلي تمام. اتفضلي. الراجل، الراجل المصري عامة بطبعه ايوه بيحب الهدوء، بيحب البنت الست بتاعته تكون مهتمية ببيتها، اكيد تكون طبعا. شايفة بيتها، طلبات بيتها، طلبات زوجها، أولادها، ما تكونش مقصرة في أي شيء خالص. انا هو معاكي يا استاذه بيطلع حنان، انا معاكي في كل اللي حضرتك بتقوليه، بس كمان مش كل العبء يبقى على ما انا المدام هقول لوحدها او على لحضرتك، ما انا الست هقول لحضرتك لوحدها. احنا هنبدا، لا هنبدا الاول تمام. الزوج. هو الرسول عليه الصلاه والسلام لان وصي في فيها عليه كتير الصلاه والسلام طبعا في طبعا. رجاله بيحسوا ان هي الست، لا ما انت هو لازم انا تعملي ابدا، كل حاجه. لا ما انا معلش هبدا بنفسي انا كست اتفضل. بقى، اه هبدا اتفضلي. بنفسي ليه؟ ربنا مديني القدره اعمل كل شيء في اه نفس طبعا واحد. الراجل ما يعرفش يعمل الا شيء واحد، تمام. اذا دخل المطبخ وفتح البوتاجاز بيعمل اكله معينه ويرجع يعمل لك حاجه تانية يساعدك فيها، تمام انما الست عينيها هنا وايديها هنا، فده ربنا مدينا القدره ان احنا نستحمل كل شيء. أكيد طبعا. طب ليه احنا ما نشوفش مثلا الراجل جاي بغضبه بناره، أه اطفي، أكيد أكيد اهدي، طبعا. في كلمة هادية صح هو مش تهدي. كل الرجاله كويسه، عشان برضو ما حدش يقول ان حنان أيوة. الترساوي على لسانها قالت ان الرجال كلها مش يعني لا لا لا، وحشين او رأيك يحترم كويسين. يا فندم، رأيك يحترم أكيد. فطبعا في البعض منهم، في، لان الراجل دلوقتي بيخرج من الساعه كام؟ يشوف شغله، طلبات بيته، أوكي فطبعا محتاج يرجع الساعتين بتوع بالليل يرتاح، أكيد. يلاقي ايه؟ يلاقي البيت نظيف، يلاقي الست مهتمية بمظهرها العام، أيوة يلاقي ولاده متعلمين، ما يلاقيش فيه مشاكل. طالما هو قادر يصرف على البيت، تمام تمام، لازم الست تحطه في عينيها. أكيد يا حبيبتي، ما قلناش حاجة. نيجي بقى للراجل، اذا قصر مع الست تمام من حقها تطلب. بس انا دلوقتي طالما بيتي فيه ولاد وفي معايا ما شاء الله ولادي بيكبروا ما شاء بينضجوا، الله. لازم احافظ عليه واحافظ على بيتي، وما اطلبش كل حاجه طلاق. ايوه يعني انا يوم ما الراجل يجي يزعلني او يضايقني، لا انا اقعد في بيتي لحد ما احل مشكلتي، انما دلوقتي كمان سبب ايوه يا الطلاق استاذه حنان، احنا ما احلل. قلناش حاجه، بس في رجاله مش معنى ان هي بتطلب حاجتها وتتجاب هو ده اهم حاجه برضو. لا، ما في رجاله كتير قوي ونسبه الطلاق بسبب ان هو بيعملها مش حلو. يعني ممكن تكون هي كويسه وهو بيعملها مش حلو، خلينا تمام، بس واقعيين برضو. بيبقوا في قليلين حالات جدا من دي يا كتيره استاذه جدا. سماح، صدقيني اتفضلي. يا استاذه سماح بيكونوا قليلين جدا جدا، لان الراجل، ما انا قلت لحضرتك الراجل ليه متطلبات، لما اكيد. بيفقد طلب فيهم ما بيصبرش، ايوه فلازم الست تعوض كل الطلبات دي، ايوه بس هو تعوض لازم يصبر، ما نفسها. هي ممكن تكون في حاجه مثلا يعني شغلتها او حاجه واكيد لا، ما هتعملها انا له. هقول لحضرتك، هو اتفضلي. طالما، هو طالما في البدايه في حب بين الزوجين، تمام وفي وفاق، وفاق فكري وفاق بدني وفاق في اوكي. كل شيء، اه لازم الاثنين يتغاضوا، هي تتنازل عشان ايوه البيت لازم والاسره يتحملوا بعض، والولاد، انا ما قلتش حاجه. ايوه وهو نفس القصه، فاهماني؟ اكيد اكيد طبعا. فطبعا احنا لازم، احنا برضو بنوجه يعني تحيه شكر للزوج وتحيه شكر للزوجه، اكيد ولازم يكون في في تنازل تعاون شويه بينهم هما عشان، الاتنين، هو ده اللي احنا بنقوله. اكيد طبعا تمام، عشان يتحملوا البيت، بعض اكيد البيت يعني. ما يتخربش. مين اللي بيشيل صح المسؤوليه يا استاذه سماح؟ مين؟ ايوه الولاد مش اكيد الزوجه. طبعا. ايوه صح عارفه لو حاله الطلاق بتتم بعد الزواج بشهر او شهرين بيتنسي ان يبقى في زواج، اكيد. اما اذا في اولاد، الابناء هم العائق، العائق بالنسبه للام والاب، على هم اللي فكره بي انا في اول كلامي في الحلقه قلت ان العبء كله مش على الراجل بس، يعني انا برضو انا فاهمه ان لازم تكون هي كمان متعاونه معاه، بس بالتالي ان هو كمان لازم يكون متعاون معاها. انا ما اعترضتش خالص استاذه حنان اكيد طبعا. طبعا طبعا طبعا. بس اه أو لازم الست بتتنازل اقوى شويه استاذه سماح، لان هي اللي بيكون ليها خلق، هي اللي بتستحمل، هي كمان عندها مشكله. يعني انا دلوقتي لو جوزي خرج، لا ايوه ده انت طولت بره البيت، الغيره يا استاذه سماح لازم نتكلم فيها. الست ايوه اللي بتثق في ما جوزها هو ما صدقيني تغيبش فعلا عليه. الغيره هي اللي بتخرب البيوت، وممكن يكون بالظبط، هو فعلا في شغله وهي ممكن يكون ظلماه، حد، دي حقيقه. بالظبط، ممكن كتير قوي في حالات حصلت ان الغيره ان هو لا انت ما كنتش في شغل، وده غلط. انت يا ازاي يعني فندم خلاص يقعد انا بقى في كنت البيت وما لسه ترجعيش تتكلمي.
شايفه الست معرفش عملت ايه في جوزها اه بسبب رساله على الواتس. اه يعني اه احنا ليه شفت شفت العقليه دي؟ اه انا اكبر دماغي، انا جوزي خلاص خرج من البيت لشغله، انا لازم يكون عندي ثقه فيه. بالظبط كده، واول ما واذا يرجع ما خلاص عنديش ثقه نتكلم فيه، في داخليات البيت. صح، برافو عليكي. اذا ما كانش عندي ثقه في جوزي، يبقى معلش يعني اسيبه هيلف لفته وهيرجع لبيته تاني. لا بس هي صدقيني دي بيبقى الراجل كمان غير كده ما عندهاش ثقة في نفسها، خلي بالك دي اهم حاجة، بالظبط. لازم تكون هي واثقة في نفسها. طب انا اقول لحضرتك على اتفضلي حاجه برضو من سر السعاده الزوجيه، اتفضلي. ان المفروض ان الست طالما زعلانه مع جوزها ما اوكي تقصرش في اي حق من حقوقه في اكيد البيت. اكيد بصي، النظافه الشخصيه زي ما سمعتك من شويه كنت بتتكلمي ازاي نعلم الست تحط الميك اب وتظبط نفسها، برضو الحاجات دي اكيد، دي كلها هنعمل لها حلقة ان مطلوبه. شاء الله. اكيد طبعا فاهماني؟ اكيد. الحاجات دي مطلوبه. انا طالما زوجي زعلان مني انا ما سيبوش، انا برضو صح المفروض ان انا يعني اجي واراضيه وهو كذلك. فعلا، هو المشاكل لما بتيجي من هنا وبتتمادى. عندك بالظبط، لما حق، يجي يلاقيني زعلانه يجي يراضيني اخر اليوم خلاص، ايوه، كاني ولم اي حاجه تحصل بيننا وبين ما هو بعضينا. انا بقول لازم الزوجه تتحمل والزوج يتحمل عشان الحياه تمشي، بس مش بالظبط معنى كده ان هما الاتنين يجوا على بعض. انا معاكي والله في ارائك، ورايك يحترم طبعا، واستفدت منك كتير استاذه حنان بجد، جميل يا حبيبتي، وتشرفت ربنا بيكي يخليكي، ومكالمتك حلوه جدا، ربنا ويا ريت تبقي معانا يخليكي دايما في البرنامج، اتصالك حلو ان قوي. شاء الله، ربنا يخليكي حبيبتي. ميرسي لذوقك، تابعينا، ومبروك عليكي، ربنا ومبروك عليكي يخليكي الحلقة الأولى في البرنامج وليس الأخيرة ان شاء الله، ودايما الاستمرارية بأمر الله، حبيبتي وربنا يوفقك يا رب، حبيبتي، يوفق منورة. المخرج ويوفق الكاست كله ان شاء الله بأمر أمين الله يا يا رب، حبيبتي. أمين. مرسي وميرسي ليكي لذوقك، وشكرا حبيبتي. على إتاحة الفرصة اني لا ادخل اعمل ازاي دخلة. ازاي، ولو في اي حاجة اتفضلي قولي، انا جميلة، سامعاكي طبعا، ومتشرفة بحضرتك جدا تسلميلي يا في قلبي، برنامجي، انا تسلميلي متشرفة حبيبتي، بحضرتك في برنامجي جدا ربنا يخليكي ان شاء بجد. الله يا حبيبتي، تعيش نتعاون مع بعض بأمر الله. ان شاء اشكرك الله. يا استاذة مرسي يا سماح، استاذة، مرسي، على السلامة. نورتينا باي نورتينا. باي باي. أعزائي المشاهدين، زي ما سمعنا الأستاذة حنان طبعا معانا في مداخلة بتتكلم إن هي برضو مش منحازة للمرأة لوحدها، منحازة كمان للرجل، وفي حاجات هو يعني الست تستفيد منها كتير، إن أنت مش أول ما زوجك يرجع من البيت تتعصبي وأنت كنت فين ووريني موبايلك ولا أنت ما كنتش في شغل، والكلام ده كله بيعمل مشاكل. أنت جوزك رجع من الشغل خلاص، يبقى في ابتسامة، في هدوء في قلب البيت، يشوفك أنت وأولادك مبسوطين وفرحانين، كلمة حلوة عشان خاطر الزواج يدوم، عشان خاطر أطفالك طبعا، وخاطر حياتك أنت ما تتلخبطش، لأن الطلاق في سد حياته مش حلو طبعا. كتير قوي من ستات مطلقين مش عارفين طبعا يستمروا حياتهم. طبعا أنا عايزة أقول لها برضو إن الحياة ما بتقفش، بس حاولي إن أنت بلاش يبقى في انفصال عشان خاطر أطفالك وخاطر حياتك أنت الشخصية، لأن في ناس بتقاوم وفي ستات مش بتقدر تقاوم. طبعا تحية للستات المطلقات فوق راسي طبعا، بس لازم تبقي أقوى من كده، لأن أنت بتكملي المشوار لوحدك، بتبقي أنت أم وأب، فلازم تبقي قوية. ويا ريت يا ريت نسبة الطلاق ما تكونش كتير عشان خاطر أطفالنا وخاطر نفسك انت كمان، ويبقى فيه هدوء جوه البيت وفيه اهتمام بنفسك واهتمام بجوزك واولادك. اعتبري جوزك ده طفل معاكي في قلب البيت، انت مثلا معاكي طفلين يبقى هو الثالث، معاكي ثلاثه يبقى هو الرابع، بس هو كفايه طبعا لحد كده، بلاش يبقى اكتر من كده طبعا، لان فعلا الطفل الزوج بيحتاج معامله الطفل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت بقى لازم تبقي جوه البيت ملكه، انت ملكة البيت. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ مش طول النهار تزعقي وطول النهار مضيع وقتك في المذاكرة مع الاطفال، وطول النهار مضيع وقتك جوه المطبخ، وطول النهار ماسكة التليفون بتتكلمي مع حد وسايبة جوزك. لا، وقت ما هو يرجع من شغله خلاص افصلي بقى، يعني انت يبقى هو بره طول النهار، مفروض ان انت تبقي قاعدة ومحضرة نفسك، ان انت تبقي عاملة ميك اب، الدنيا هادية، تتغدوا مع بعض، بلاش بقى الحاجات اللي هي ايه، لا انت ما كنتش في الشغل، لا انت كنت مع كذا، لا انت بلاش، ما كل ده هيعملك انت توتر اعصاب وتوتر في حياتك وهيوصلك للانفصال. فلا، خليكي واثقه في نفسك. اي ست، انت جميله، انت جميله بجد، اي ست انا طول عمري بقول كده، انت حلوه قدام نفسك وقدام زوجك وقدام اولادك، انت حلوه وانت قويه، فخليكي قويه وخليكي حلوه وخليكي مهتمه بنفسك وبجوزك عشان الحياه تستمر، وما تخليش حد يشغلك خالص ان انت يوقفك عن اي حاجه انت بتحبيها.
وطبعا انا بوجه طبعا رسالة لكل المصريين، الامهات المصريين، بمناسبة عيد الام بقول لهم كل سنة وانتم طيبين لكل ام، وبقول برضو لأي حد فاقد مامته الله يرحمها طبعا، وبقول لأي ست مفيش عندها أطفال، احنا كلنا طبعا ولادك وكلنا بنحب بعض، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله وعيد الأم. ولازم زي ما احنا قلنا أهم حاجة تهتمي بنفسك جوه البيت، دي أهم حاجة، مش عيب، مش عيب إن انت تعيشي جوه البيت جو رومانسي، مش عيب خالص، انت مع زوجك كل ما تحبيه اعمليه جوه البيت، عشان خاطر ان شاء الله الحياة الزوجية تستمر، وعشان خاطر اولادك يبقوا معاكي ويتربوا في حضنك، وعشان خاطر ما تبقيش ست ضعيفة ومحدش يقول عليك ان انت ضعيفة، وما فيش ست مطلقة ضعيفة، انا بقول كده برضو طول عمري يعني، بس عشان خاطر قدام نفسك انت قوية، استمري وان شاء الله باذن ربنا اكون انا ضيفه خفيفه عليكم، والبرنامج ينجح بيكم او يستمر بيكم ان شاء الله. وانا عايزه اقول حاجه، ان شاء الله باذن ربنا الايام الجايه، الايام الجايه في حاجات كتيره جدا في البرنامج هتعجبكم، واسيبكم دلوقتي نطلع فاصل ونرجع تاني لحضراتكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، نتكلم بقى شوية عن ما يخص التجميل، أو اهتمامك بالأظافر، دي أهم حاجة طبعا، في ناس كتير قوي بتسألني عليها، إزاي بتعتني بضوافرك، دي أهم حاجة طبعا، لأن لو الضوافر مش نظيفة زي ما انتوا عارفين ما بتبقاش، يعني دي حاجة خطر يعني جدا، فطبعا انا هتكلم النهارده عنها. ناس كتير قوي بتقول لي انت عامله اكليريك، انت مركبه ضوافر؟ لا، دي اكتر سؤال انا بتسال عليه، حتى لو انا في الشارع بتسال عليه، فلا، هي حاجات وصفات طبيعيه جدا، ممكن في 5 ايام بتلاقي ضوافرك بقت حلوه وكانك عامله اكليريك زي ما انتم مفكرين ان انا عامله اكليريك، بس ده مش اكليريك. طبعا انا بعمله عندي، بس في ناس ظروفها ما تسمحش ان هي تعمل اكليريك، فاحنا النهارده معانا وصفتين للاظافر طبعا، ان انت ضوافرك تبقى طبيعيه وجامده وطويله، وده في ظرف 5 ايام. طبعا انت بتجيبي ليمونه وبتجيبي كوب ميه وبتحطي عليه الليمونه دوت ومعلقه ملح، وبتحطي ايدك فيها وبتسيبيها بتاع ربع ساعه، وبعد كده بتطلعيها تاني وبتمسكي ليمونه فيها شويه ملح وتعصريها جامد على ضوافرك، ده بيقوي ضوافرك جدا، وكانك فعلا عامله اكليريك وضوافرك بتطول. ده للناس اللي مش بتقدر تعمل اكليريك طبعا، بس انا عن نفسي انا بعمله عندي، هو والهارد جيل والجيل بوليش بنعمله. في حاجه تانية، حاجه تاني طبعا، ممكن صفار البيضه مع ملح وعسل ابيض وبتقلبيهم مع بعض وبقطنه وبتعملي جامد كده في الحروف دي، اهم حاجه ده بيربي لك الضافر وبيبقى برده حلو قوي. دول وصفتين، وطبعا انا كنت سعيده ان انا معاكم النهارده، وارقامي على الشاشه والفيسبوك عندكم برده على الشاشه الصفحه، اي حاجه تتواصلوا معايا وان شاء الله، وبرده بدي كورسات في الميك اب باسعار حلوه جدا، اللي عايز يتواصل معايا الرقم عندكم، وانا كنت مبسوطه معاكم، يا رب انتوا تكونوا مبسوطين معايا، وان شاء الله مش اخر لقاء، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع، وانا اتشرفت بيكم جميعا كل اللي شاهدني النهارده، انا متشرفه بيكم جدا، ويا رب اكون كنت ضيفه سعيده معاكم وعلى قلوبكم ان شاء الله، وكل سنه وانتوا طيبين. ونصيحه اخيره، اهتمي بنفسك جامد، الست لازم تكون ملكه في كل مكان، انت ملكه باي حاجه، انت ملكه، فخليكي قدام نفسك،
وقدام زوجك انت الملكه الوحيده اللي تبقي في عينيه. شكرا ليكم.